يسعد مساكم، أنا الدكتور ثائر حلاوة، مرشح ضمن قائمة معا في الدائرة الثالثة في عمان. إحنا الشعار القائمة تبعتنا معا مواطنة عدالة أمان. إحنا يعني يمكن نكون إحنا من القوائم القليلة في الدائرة الثالثة في عمان اللي في عندها نازلة على أساس برنامج سياسي، وهذا اللي جمعنا إحنا في كتلة معا. بتضم الكتلة طبعا المهندس خالد رمضان، مهندسة بثينة الطراونة، الدكتور محمد نعمان، منال بزدوق، والمحامي قيس زيادين. اللي جمعنا احنا البرنامج جمعنا احنا على اساس البرنامج السياسي اللي اتفقنا انه احنا نحمله ونخوض فيه هاي التجربة الانتخابية. طبعا احنا بنعرف انه الاجواء العامة في البلد عند المواطن الاردني ثقته مش كتير قوية في موضوع فعالية مجلس النواب. يعني يمكن يكون له عدة اسباب، هذا احد من الاسباب هي تدخل الاجهزة الامنية سابقا في العملية الانتخابية، بالاضافة لقانون الانتخاب، وانه الانتخاب بيصير على اساس النخب السياسية والرموز العشائرية. احنا بنتمنى انه نوصل بالاردن لمرحله يكون الترشيح لمجلس النواب مبني على اساس الحزبي، وبالتالي بكون هناك فعاليه اكثر للنواب اللي بينجحوا تحت القبه انهم يكون دورهم التشريعي اكبر، رقابي اكبر داخل مجلس النواب. من شعاراتنا احنا المواطنه، واحنا بنطالب بانه الاردن تكون الدوله المدنيه، يكون هناك مساواه وعداله بين جميع المواطنين الاردنيين. كل من يحمل رقم وطني في الأردن فهو مواطن أردني، الجميع متساوين في الحقوق والواجبات بدون النظر للأصول والمنابت والدين وغيرها. إحنا طبعا قائمتنا قائمة معا، هي قائمة الدولة المدنية معا، اللي هي مواطنة عدالة أمان. إحنا بنخوض الانتخابات في عمان الدائرة الثالثة. الكل بيعرف إنه الدائرة الثالثة هي بتمثل الأردن، فيها المواطنين الأردنيين من مختلف المنابت والأصول، فيها الشركس، فيها المسلم، فيها المسيحي، فيها الأردني من شرق النهر ومن الأصول الفلسطينية. أكيد كل اللي بيشتغل في عمان وبالدائرة الثالثة وبالأردن بشكل عام بيعرف إنه اليوم العنصر الشبابي هو العنصر الحاسم في العملية الانتخابية. الصوت الشبابي، الصوت اللي يعزف عن الحضور إلى صناديق الاقتراع وانه يقدم صوته، زي ما قلنا هو نتيجة انه الشباب فاقد الثقة في العملية الانتخابية وبفعالية النائب داخل مجلس النواب. وبالتالي احنا نعتقد انه احنا البرنامج الانتخابي اللي احنا نازلين فيه هو كبرنامج سياسي مش برنامج خدماتي. هذا البرنامج السياسي يعبر عن وجهة نظر شريحة كبيرة من المجتمع الاردني وتحديدا فئة الشباب، ونتمنى انه نقدر نحفز هذا الشباب ليتوجه لصناديق الاقتراع بفعاليه اكثر ويكون صوته مؤثر في انجاح النائب الذي يريد. للاسف احنا في مجتمعنا الاردني دور الاحزاب عند المواطن الاردني كثير قليل في موضوع التثقيف السياسي للمواطن الاردني، وبالتالي باخذوا الشعارات دون دراسه. زي ما قلنا هو يمكن فئه قليله من النخب السياسيه وتحديدا بالدائره الثالثه اللي ممكن يستوعب ايش المغزى من هذا الشعار. الدين شيء منزه وشيء كثير نظيف وارسل لنا لينظم حياتنا. احنا مش مع استخدام واستغلال هذا الدين للحصول على مكاسب سياسيه دنيويه وبالتالي تلويث معالم الدين. طبعا بعض الناس اللي للاسف ثقافتهم سطحيه في هذا المجال، او الناس المغرضين لاسباب سياسيه واسباب انتخابيه بيهاجمونا بانه احنا نرفض الدين وبدنا الناس تبعد عن دينها. بالعكس، احنا الناس نحترم الاديان سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي، نحترمها ونتمنى انه مواطننا الاردني يكون متمسك بدينه، متمسك بالاخلاق اللي اتى فيها الاديان. بس احنا مش مع التفرقه بين المواطن الاردني على اساس الدين، ومش مع استغلال الدين للوصول الى اهداف سياسيه.